تكون انتم داخل الامتحان اول اربع مواضيع بتكتبوهم على الحصه عدد الاكشن. فلازم تدرسوا مادة اللاب. اليوم رح يكون عنا urinary incontinence in female، رح ناخذ منه بس الـ overactive bladder، فهذا الجزء اللي رح تقرأوا عنه هو المطلوب منكم. اوكي؟ الـ patient عنا اياها 72 سنة جيرياتريك، بننزل بنراعي هذا الحكي انه جيرياتريك. She is a known case of overactive bladder diagnosed 1 year ago. سيفيرال ييرز صار لها عندها سيمتومز بس حملوا لها تشخيص قبل جربت النون فارماكولوجيك ميجر والبلبيك مصل فلور لحديقة العجوشن وماشي على استروجين فاجاينال كريم وما صار عندها اندروجين. قبل اربع شهور بلشوا لها اوكسيبيتينين اكستندد ريليز، عملوا دوز اسكاليشن وحاليا ماشي على عيار الماكسيما صار لها خمس اسابيع. اوكي، هلا البيشنت اليوم حكت لكم انه السيمتومز اوف اوفر اكتيف بلادر نزلوا بنسبة 30%، بس هي حابة انه تستفيد اكثر فحابة تسألكم اذا في اوبشن ثاني تعمله تو امبروف اوفر اكتيف بلادر مور، ولازم نشتغل هذا الاشي لانه البيشنت بلشت تعمل فلويد ريستريكشن، صارت تعمل دبلينج للدوز اوف دايوريتك حتى تنقص اليورين برودكشن والارجنسي تبعها، وهذا سبب لها سيفير ديهايدريشن اند فول. طبعا حاليا هي ما عندها سيفير ديهايدريشن، هذا هيستو، بس في عندنا ساين اند سيمتوم اوف ديهايدريشن موجوده على الفيزيكال اكزام. الشغله الثانيه البيشنت بلش يصير عندها كونستيبيشن سينس ذا اديشن اوف اوكسيبيوتينين، وفي عندها البوست فويد ما تقرأوا عن الجلوكوما مش
follow us again. The patient turned to overactive blood improved by 30% from baseline with additional benefit. And her constipation, lost to arthritis pain improved by naproxen, 3/10 without naproxen disease, 6/10 pain score. We gave the high honesty and anoxuria when she is obese. The blood in the stool is positive. هي ماشية على ناتروكسن فهي قاسية مؤثر على الأرجح نعمل لها اندوسكوبي لأنها جرياتريك نتأكد إنه اتس ألسر نوت كانسر فور إكزامبل بتعالجوا الألسر و أز أ كومبليكيشن أوف ألسر البيشنت عندها أيرون ديشنسي أنيميا اللي هو جلوبين 11 والأن سي بي 70 هلا حكينا إنه الدايبيتس إن أنكنترول عندها يورينري ريتنشن سيرم كرياتينين نص إيش رح تحطه بالمعادلة؟ واحد لانها جرياتريك اكثر من 65 سنه فجو اهيد يلا تفضلوا معكم 40 دقيقه ما بدي اشوف خدمات التليفون وقاعد بنقول عنها هاي اللي اكتشفناها تبع الكنترول قبل 20 سنه انتبهوا انه دائما نغير الكيس مش نفس انت ما بتنتبه لانه الشكل العام للكيس متشابه بس مرات بيكون في دودي مختلف طايفين دواء وضفنا